نعيش حصارا منذ 11 عاما، نعم. نعيش بلا كهرباء منذ 11 عاما، نعم. هناك إغلاق للمعابر مستمرة حتى هذه اللحظة، ولكن الجديد اليوم أن المؤامرة أصبحت مؤامرة كبيرة أمريكية صهيونية بتنفيذ فلسطيني للأسف من عباس وحكومة رام الحمد الله في الضفة الغربية. اليوم يزيد هذا الحصار بإغلاق مطبق وحرمان كامل لكافة الحقوق الإنسانية. أقل الحقوق الإنسانية سيمنعها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. لم يعد المستهدف جزء من شعبنا الفلسطيني، ليس المستهدف حماس، ليس المستهدف المقاومة، ليس مستهدف حتى شعبنا الفلسطيني فقط، المستهدف كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نقف اليوم لنقول ونؤكد أننا لم نعد لنصمت ولن نبقى صامتين أمام هذا الحصار. سيكون لدينا فعاليات كثيرة، نحن في هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار من خلف شعبنا، سنتحرك يوميا. اليوم بدأت أولى خطوات هذا الحصار الذي بدأ بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة، وحدث قبل أسبوع بقطع جزء من الرواتب عن أبناء السلطة الفلسطينية التابعين لمحمود عباس. فماذا تظنون، من يقطع رواتب رجاله سيرحم شعبنا الفلسطيني؟ هل تتوقعون أنه سينظر إلينا برحمة؟ لا. هل هو عضو أو جزء من هذا الشعب الفلسطيني؟ لا. فلذلك نحن نقول، ندعو أولا فتح، وندعو حماس، وندعو الفصائل الفلسطينية جميعا، وأيضا شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وشعبنا الفلسطيني في الشتات أن تتوحدوا. لم تعد المؤامرة بسيطة، المستهدف شعبنا بكامله للقضاء على المقاومة، للقضاء على من يدافع على الأمة العربية والإسلامية. نداؤنا للأمة العربية والإسلامية التي ندافع عنها وسنستمر في الدفاع عنها والتضحية حتى آخر اللحظة أن تتحركوا، أن تقولوا كفى لهذا الظلم.